وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف ضيفا مميزا من رجال الأعمال داخل الإمارات. اليوم معنا السيد محمد سعيد من داخل شركة DMA لتصليح السيارات. أهلا وسهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا بحضرتك سيد سامي. بداية لو تحدثنا عن بداياتك داخل الإمارات. أنا اسمي محمد سعيد مصري. ابتديت في مجال السيارات من مصر من سنة 2000. اشتغلت في توكيلات سيارات متعددة. الحمد لله أنا مبدئياً أنا خريج بيزنس أدمينستريشن، بس مجال السيارات كان مستهويني من الأول، ودي رسالة بوجهها، لأن المجال أي مجال ما بيبقاش مقتصر على تخصص معين. دايما الريادة وإدارة الأعمال يهمها في الأول وفي الآخر يبقى جزء منها في طبعا بيبقى جزء فني، وفي الجزء الأكبر جزء إدارة العمل ذات نفسه من ناحية إزاي تقدر تمانجي العمل بتاعك بحيث ان هو ينمو، وبحيث ان انت تثبتي تواجدك في السوق مع المنافسه. طبعا المنافسه في الامارات شريفه الحمد لله طبعا، بس احنا بنتكلم على اساس ان دايما الاداره التميز يمكن بالظبط. بعد كده توفرت لي فرصه ان انا اشتغل في الامارات، كانت سنه 2005 في مجال السيارات. فمن سنة 2005 اتنقلت من شركة للتانية في الإمارات، لحد ما قررت بالضبط من حوالي سنة ابتدي اخد الخطوة ان انا افتح البيزنس الخاص بي. احنا اللي بيميزنا الحمد لله في الدي ام اي ان احنا بناخد عندنا ستاندر عالي جدا ومعايير من حيث الجودة ومن حيث إجراءات العمل بتماثل عمل الوكالات، من الجودة العالية للكاستمر سيرفيس، لحد ما بنوصل حتى بنقدم كل الخدمات دي بسعر تنافسي. فالعميل لما بيجي لدي ام اي بيلاقي نفسه ان هو خد نفس خدمات الوكالات بجودة عالية بساتسفاكشن عالي بسعر يكون متنافس جدا. فالحمد لله ده احنا بنلمسه وبنقيسه مع دايما بنقول عليه كاستمر ريتينشن، ان العميل دايما بيجي لنا تاني مره واثنين وثلاثه وبيعمل وورد اوف ماوث، ان هو بيعمل لنا كمان دعايه ما بين الكوميونتي اللي معاه. فالحمد لله احنا دايما برضو على طول بندرب الفريق بتاعنا وبنخليه دايما على المستجدات اللي موجودة دايما في المهنة. فالتدريب جزء مهم جدا من إدارتنا، لأن طبعا حضرتك مجال السيارات أو أي مجال عامة هو مجال مش مصمت، هو كل يوم فيه جديد، فلازم دايما أي إدارة عمل لازم تبقى على علم بكل التحديات اللي موجودة وكل التحديثات اللي بتتم في المجال ده، بحيث ان هي تخلي فريق العمل دايما على الوعي الكامل بالتحديثات اللي موجودة في المهنة، بحيث ان انت تقدري تبقي متواجدة في السوق وتقدري تبقي تنافسي بالعلم في الأول وفي الآخر. فإحنا عندنا طبعاً دورات تدريبية، عندنا سبورت ودعم في التكنيكال، ساعات بنبقى بنعمل سبورت ودعم من جهات خارجية من برة كمان تيكت، وبتحس إن لو في شغل سوفيستيكيت أو حاجة زي كده بنيجي تكنيكال سبورت منها. Thank you.
السيد محمد سعيد، ما هي الإجراءات التي تتبعونها لسلامة سيارة العميل ليستلمها معقمة بالكامل ضد أي فيروسات أو بكتيريا أو أي شيء ممكن يعرض حياته للخطر؟ شوفي حضرتك، إحنا في الأول وفي الآخر عندنا نوعين من الخدمة. النوع الأولاني لو العميل شرفنا بزيارته، احنا بنتبع كل اجراءات الحمايه من حيث تباعد ومن حيث قياس الحراره وتعقيم الاوراق وتعقيم المكان ذات نفسه بشكل يومي، بحيث ان احنا نضمن خلو المكان من الفيروسات او البكتيريا. فالعامل عندنا طبعا احنا العميل بنقيس حرارته، بيبقى في تباعد اجتماعي دايما ما بيننا وبينه. العامل بيتم برضو قياس الحرارة ليه وفحص دوري ليهم في ظل الأوضاع الرهنة. الحاجة التانية حضرتك، احنا عندنا خدمة ان احنا بناخد السيارة من العميل ونرجعها له تاني عن طريق الريكوفري. فده طبعا بيمنع برضو على قد ما بنقدر بنقلص احتكاك العميل مع المركز عندنا. بعد كده بنستلم السيارة، بتتم إجراءات التعقيم كاملة للسيارة. بيبقى فيه زي ما بنقول التاتش بوينت كاملة بنعقمها، بيبقى فيه تعقيم كامل للسيارة بأجهزة. طبعا احنا بنحط المستهلكات دايما ما بين البلاستيك سيتس والكلام ده كله، بحيث ان احنا نضمن ان بعد ما الفني بيشتغل من السيارة وبعد التعقيم في اجراءات بنتمها، بحيث ان العميل ياخد سيارته بامان معقمة. كل التاتش بوينتس اللي جوه السيارة بيلمسها العامل ذات نفسه بتتم معالجتها من الفيروسات او البكتيريا، بحيث ان هو يوصل وياخد سيارته بامان. فعندنا اجراءات شاملة بتضمن ان السيارة لما نسلمها للعميل يستلمها بامان، وان شاء الله ما بيبقاش فيه اي مشاكل بعد ما يستلمها، وما فيش ان شاء الله يبقى مشاكل مع اي حد ان شاء الله. يعني كيف يستفيد العميل من خدماتكم يعني بشكل اكبر او يعني أحسن؟ شوفي حضرتك، إحنا دايماً بنوصل للعميل وبنحاول على قد ما نقدر نعمل تيسير وسهولة في عملية الخدمة للعميل. إحنا بنتعامل في خدمة مش منتج. الخدمة دايماً إحنا بنعرفها بنقول هي شيء مختلف من عميل للتاني، بس الكواليتي طبعا هي بنقول ان هي الجودة ذات نفسها، يعني شيء احنا بنقدر نقيسه. انا القصد انه هل تتعاملون مع جميع السيارات او سيارات معينة مثلا رياضية او تمام؟ شوف حضرتك، احنا في دي ام اي بنتعامل بالمفهوم بتاع المالتي براند، جميع انواع السيارات بنشتغل فيها، سواء السيارات الأوروبية الألماني أو الإنجليزي، السيارات الأمريكي والسيارات الأسيوي الياباني أو الكوري والصيني. فإحنا بنشتغل مالتي براند كامل، بنعمل جميع أنواع الميكانيكا من عمارات المحرك، عمارات الجير، وبنشتغل جميع انواع الشغل الميكانيكي. عندنا البادي سيكشن او قسم السمكره والدهان، عندنا السمارت دينت، كل انواع الصيانات اللي موجوده في السياره احنا عندنا فريق متاهل وفريق سيرتيفايد تكنيشن. احنا عندنا بنختار التكنيشن بناء على مؤهلات العلميه. فعندنا الفريق المؤهل موجود الحمد لله، بحيث ان هو بيتعامل دايما مع جميع انواع السيارات، وده في وقته في حد ذاته برضو احنا بنقول ان التكنيشن اللي بيشتغل في المالتي براند ده بالنسبه لي ده تكنيشن الافشنسي بتاعته والبرودكتيفيتي بتاعته عاليه جدا، عكس ما بنتكلم على تكنيشن بيشتغل مع براند واحد، لان كل انواع السيارات بتختلف
موديل من موديل من موديل الموديل الاوروبي، الكونسبت الاوروبي غير الكونسبت الياباني غير الكونسبت الامريكي. ف المفهوم ده يعني بيأثر على الكفاءه وبيأثر على الانتاجيه للعامل. فلما بيبقى عند حضرتك العامل بيشتغل في المالتي براند ده، احنا بنعتبره ثروه. ليه؟ لان التكنيشن عامه فاهم كونسبت كل مصنع فبيتعامل، عكس التكنيشن اللي بيشتغل مع براند واحد. صح، فعلا الافيشنسي بتاعته بتبقى عاليه، البرودكتيفيتي بتاعته بتبقى عاليه، بس هو لو جيت حطيتيه مثلا هو بيشتغل في البراند الياباني، لو جيت حطيتيه في الالماني هو بيفقد الانتاجيه دي، لان هو خلاص هو حافظ مكان كل مسمار وكل قطعه غيار في السياره اللي هو بيشتغل فيها. لما بتيجي تاخديه في عربيه تانية بيبتدي يعمل سكان للعربيه تاني، ده بيضيع وقت وافيشنسي. فمع الوقت الليرنينج كيرف بتاع العامل بيزيد دايما. فدايما احنا بنعتبر العماله اللي عندنا في دي ام اي دي ثروه لينا. دايما بنحاول الحمد لله نديهم دورات تدريبيه، بنحاول دايما لو واجه اي حد فيهم صعوبات او مشاكل بنشوف الدعم قد ايه نقدر ندهوله، الدعم الفني، بحيث ان في الاول وفي الاخر الوقت بتاع الاصلاح بنعمله مينيمايز. ده في الاول وفي الاخر بعيد عليا في الكفاءه بتاعت العامل. الحاجه الثانيه بيرجع برضو للكاستمر ساتسفاكشن، لان في الاول وفي الاخر احنا بنعتبر ان عمليه الاصلاح. هل تتابعون يعني تتابعون الكاستمر بعد ما صلحوا له سيارته وبعدين هل تتابعونه؟ بالظبط حضرتك، احنا بيتم عندنا البوست كول، البوست سيرفيس فولو اب، تمام. ده دايما بعد ما الصيانه بتتم بعديها بثلاث ايام او اربع ايام بنتصل بالعميل بنشوف اي فيدباك عنده. لو العميل عنده اي كونسيرن احنا بناخده بمحمل الجد جدا، لان في الاول وفي الاخر احنا بنعتبر العميل شريك لينا. فاي كونسيرن بيشوفه العميل بناخده ونحلله ونشوف نرجع للعميل تاني، وانا بكلمه بنفسي بحيث ان احنا دايما البوست سيرفيس فولو اب دون بيبقى يعرفنا لو في حاجه خلال نقدر نعالجها. فاحنا دايما بنرجع للعميل في خلال اربع او خمس ايام، تمام، بحيث ان نشوف الاوبريشن تم، في خلل عندنا او لا، العميل مبسوط او لا، في اي ملاحظات من العميل. بالتالي احنا بعد كده السايكل ذات نفسه لو كل حاجه تمام خلاص الموضوع اتقفل، تمام. لو في حاجه العميل عنده كونسيرت بنفتح عليها تيكت ونعرف الموضوع ايه اللي تم، وبنبحث في كل الجوانب اللي بتتم، وبعد كده بنرجع للحلول وبنرجع للعميل كمان. لان حتى ساعات احنا لو في عميل مش راضي عن الخدمه او الكلام ده كله، احنا انا بتدخل في الموضوع بنفسي، وبيبقى فيه كذا اجراء بيتم سواء داخل الشركه وسواء طبعا للعميل، لان في الاول وفي الاخر احنا اللي يهمنا طبعا العميل يبقى مبسوط والخدمه اللي خدها هو دفع بناء عليها ويستمر معنا. طيب لو تحدثني قليلا عن دور دولة الإمارات أو عن الأمن والأمان داخل الدولة. الحمد لله رب العالمين، طبعا اللي أنا شفته في الإمارات من أمن وأمان وتشريعات ثابتة ودعم، وبنقول إن تيسيرات حكومية، ده بصراحة أنا ما شفتوش حتة تاني.
الأمن والأمان، أنا عايز أقول لحضرتك أن أنا خلال ال 15 سنة اللي أنا كنت فيهم في الإمارات اللي أنا إحنا لسه فيهم دول، أنا لا عمري قفلت باب بيتي ولا قفلت عربيتي، ودايما بنزل حتى بسيب موبايلي في العربية عادي، يعني ما حاسس بالأمان. ده في حد ذاته عامل مهم جدا لأي مستثمر. ما بخافش على أسرتي، المكان يكاد يكون غير مؤمن عندي، يعني أنا بكلمك بأمانة، أنا عندي حتى الشركة هو بس السي سي تي في وغير مؤمن، مش حاطط بقى جنازير وحاطط حاجات عشان لو حد جه لا قدر الله أو حاجة زي كده. لكن أنت حاطط كاميرات أكيد. أكيد ده طبعا كاميرات، ده عشان في الأول وفي الآخر طبعا الكاميرات ده جزء من المراقبة لحتى حركات العمل، وبترجعي برضو حضرتك لو في حاجة حصلت بترجعي بلاي باك للكلام ده. طيب هذا شيء جيد. طيب لو أكيد في مسيرتك المهنية أفراد عائلتك أو أصدقائك ساهموا أو سندوك في إنجاح مشروعك وإنجاح محمد سعيد بحد ذاته، هل تود أن تشكر أحد معين؟ أحب في الأول وفي الآخر أشكر دولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان اللي احنا فيها، وعلى التسهيلات والتشريعات القوية اللي موجودة، وبيئة الاستثمار المشجعة. وأحب أشكر شيوخ الإمارات حفظهم الله جميعا على الدعم وعلى تعبهم وسهرهم على راحة الشعب والمقيمين، بحيث ان الحمد لله احنا حاسين ان احنا في بلدنا، مفيش فرق ما بين مغترب او ابن بلد. الحاجة التانية احب اشكر زوجتي لان هي قدمت لي الدعم الكامل على ان انا اخد خطوة ان ابقى صاحب عمل، وتحملت معايا صعاب كتير وكانت دايما مدعمة ليا، وكانت فعلا سبورت جامد ليا، وكان بتقدم لي دعم نفسي، وكانت دايما تشجعني على ان الخطوات اللي احنا بناخدها كاستثمار او كعمل لازم هي هترجع لينا في الاول وفي الاخر، فكانت ليها الدعم الكامل ليا. احب اشكر كل فرد في ساهم معانا في انجاح المشروع الحمد لله، تيم العمل الفريق كله متكامل، جزء من نجاح اسم دي ام اي اوتو ريبيرنج لاصلاح السيارات، لان كل فرد بيقوم بواجبه جزء لا يتجزأ من نجاح المنظومة ذات نفسها، فحب اشكرهم كلهم. تمام، شكرا لك سيد محمد سعيد. متشكر لحضرتك جدا، وشكرا لقناة سما العين، انا سعيد جدا بالمقابلة دي، ومتشكر حضرتك جدا استاذ سلمى. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهاية الحلقة، نراكم في حلقة جديدة من برنامج رواد النجاح، دمتم سالمين.